حياكم الله من جديد مشاهدينا، وصباح الخير لكل من يلتحق بنا الآن ويتابع فينا في برنامج الشروق مورنينج في هذا البث المباشر عبر قناة الشروق نيوز. أول ضيف سيحضر معنا ضيف الاقتصاد، والحديث سيكون حول الخزف والسيراميك بعدما أدرجت وزارة التجارة الخزف والسيراميك ضمن المواد الممنوعة من الاستيراد ضمن 851 مادة ممنوعة من الاستيراد، ارتفاع في الأسعار وأسئلة حول هل سيتمكن المنتج أو المنتوج المحلي من تغطية هذا العجز المسجل. كل هذه النقاط وأخرى سنناقشها مع ضيفنا لنهار اليوم السيد إسماعيل نعمان، رئيس اللجنة الوطنية لمتعاملي الخزف، وأيضا تشاركوني في إدارة النقاش مدينة بشيري. صباح الخير مدينة. صباح الخير مجددا زميلي محمد. من جديد إذا مدينة السوق، أو أيضا نرحب بضيفنا. صباح الخير. صباح الخير أخوي محمد. صباح الخير حضورك معنا مدينة. إذا الخزف والسيراميك هي أيضا قاستها حملة الزيادات مع بداية 2018 وأيضا المنع تاع 851 مادة. نعم، قاستها الحملة منذ بداية 2018 ارتفعت، شاهدنا ارتفاع في أسعار السيراميك والخزف. احنا شو يرجعوا هذا السبب إلى منع الاستيراد اللي كان قرار من وزارة التجارة منع العديد من المواد ضمنها مادة السيراميك والخزف، ومن قبل كان فرضوا عليه رخص الاستيراد سنة 2017، وهذا اللي قلص كميات الاستيراد بشكل كبير. شفنا حتى المتعاملين المحليين شكاوا من هذا الإجراء اللي قامت به وزارة التجارة من جهة، وحتى الممولين الأجانب على رأسهم إسبانيا وإيطاليا اللي لجأت لكل الطرق باش تضغط على الجزائر باش تعاود تخلي تفتح المجال لإدخال هذه المادة الى الجزائر، خاصة وانه الاسبان كانوا تحركوا، بعثوا السفير الجزائر بمدريد بعدوا برسلوا انهم معارضين لهذا القرار وطالبوا بإعادة منح نفس الحصص باعتبارهم انهم خسروا بشكل كبير بعد ما كانت الجزائر تستورد 120 يعني مليون دولار سنويا من اسبانيا فقط. ماذا يحدث في سوق الخزف والسيراميك بالجزائر السيد نعمان، وهل وما هو سبب ارتفاع هذه الأسعار بالشكل الكبير اللي شهدته منذ بداية 2018؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل ما نجاوبك على سؤالك الأخت، بودي أن تحية لكم وتحية المشاهد الكريم مشاهد قناة شروق نيوز، وبودي أيضا أني نوجه التحية لكل التجار الجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للتاجر وإحياء الذكرى 61 لإضرابات 28 ماي 1957 اللي دامت 8 أيام، إضرابات معروفة بالتنسيق مع جبهة التحرير الوطني أنذاك. وبدي أيضا أني نترحم على شهدائنا الأبرار والتجار كلهم اللي ماتوا في هذاك الوقت وكل شهداء الجزائر. أما بالنسبة فيما يخص سؤالك، السوق السيراميك والخزف يشهد تذبذب كبير، وخاصة منذ أفريل 2017 بعد مصادقة البرلمان على رخص الاستيراد، وعلى أيضا إدراج مادة السيراميك تحت رخص الاستيراد. وكانت شركة الاستيراد منذ ذلك الحين موقفة نشاطها تماما، يعني السيراميك من الخارج كان موقف تماما لأنه أدرج تحت نظام الرخص، لكن الرخص ما تمدتش حتى في أواخر سنة 2017، حتى أنه تم تقليص عدد الرخص الممنوحة. أكيد أكيد أكيد. شحال من متعامل تحصل على رخص الاستيراد؟ هي بالمجمل 107 متعامل من أصل تقريبا 450 طالب لهذه الرخصة. يعني 450 مستورد كان طالب لهذه الرخصة. على كل حال المتعاملين فيهم المصنعين وفيهم لي بروموتور يعني المقاولين وفيهم شركة الاستيراد. شركة بالنسبة لشركة الاستيراد كاين 71 شركة اللي تحصلت على رخصة الاستيراد يوم 10 ديسمبر 2017. دوم إلى غاية ماي، لكن هذا الرخص الى غايه 31 ماي نهايه السداسي الاول من 2018. هل تم تحديد الكميات اللي لازم يستوردوها ربما ولا هما وزاره التجاره قامت بتقليص الكميه اللي كنا نظرا مقارنه بما كنا نجيبوه سابقا، قلصت الكميه حوالي، نقصت منها حوالي 71%، يعني اللي كان
يجي مثلا 100,000 متر أعطته رخصة تاع 30,000 متر. يعني تقليص الرخص بشكل كبير. ربما المشاهد حاب يعرف مدينة شحال يعني تكلف عملية استيراد يعني كيما احنا نقولوا الفايونس ودال دو سول ولي بينوار وغيرها يعني من اسبانيا وايطاليا والدول. شوف هي الفاتورة الإجمالية كانت دور حوالي 400 مليون دولار في السنة، يعني نجيبوها تاع سيراميك وما أشبه ذلك. بالنسبة لإسبانيا كما تفضلت الأخت وقالت 123 مليون دولار، يعني أخذت نسبة لبس بها حصة الأسد بالنسبة لإسبانيا، نظرا لمعروفة أنها بمنتوجاتها والجودة وكذا. يعني بالنسبة لسؤالها أيضا عن تذبذب وارتفاع الأسعار، لاحظنا في السنة الماضية ارتفاع الأسعار شهدناه مرتين. المرة الأولى ارتفعت الأسعار بنسبة حوالي 10%، والمرة الثانية في أواخر سنة 2017 ارتفع حوالي 20%، وذلك الندرة اللي شهدها سوق الخزف في بداية 2018. شحال شهدت الزيادة؟ هي ماشي في متناول الجميع. هي أكيد رايحة تشهد زيادة لأنه المنتوج المستورد مازال ما دخلش، نظرا للقانون الجديد أنك تدفع قيمة 120% في البنك وتنتظر شهر وانت مجمد الأموال في البنك، يعني باش تولي تستقبل في السلعه المستورده. شحال راهو اليوم المتر كاري تاع الفايونس مثلا؟ نروحوا للخزرونه في البليده ولا نروحوا للصفصافه ولا عين الله، شحال لقاو المتر كاري تاع فايونس نقولوا اسباني ولا ما نقولوش يعني هذاك العالي الجوده جدا، لكن نقولوا المتوسط. يعني خلينا نبدا لك بالمحلي، لكن ربما راح نفاجئك انه نقول لك المحلي اصبح يتباع في السوق التجزئة أكثر من 1,000 دينار للمتر، يعني أكثر من 100,000. أكثر من 100,000، يعني لو نرجع قليلا للوراء نشوف باللي الإسباني كان يتباع ب 850 دينار، 85,000. ولنا الشرف أننا مكننا المستهلك الجزائري أنه البسيط، المستهلك الجزائري البسيط باش يدير لادال دو سول تاع إسبانيا في داره، كانت حكر لطبقة معينة، ولنا الشرف أننا خلينا ومكننا هذا المستهلك الجزائري البسيط أنه يركب دال دو سول تاع الخارج في داره. أنا نشوف العديد من المتعاملين القرار تاع وزارة التجارة ما عجبهمش، الحكومة راهي الآن في مرحلة التقشف ترشيد النفقات، كل المنتوجات راهي تخضع لوزارة التجارة بالدرجة الأولى، راهي حابة تقلص فاتورة الاستيراد بشكل كبير، لكن حنا نشوفوا أنه العديد من المتعاملين في مجال السيراميك والخزف راهم يشكيوا من قرارات وزارة التجارة، هل هذا دفاعا عنهم على المواد المستوردة أم أن المنتوج المحلي لا يرقى إلى الجودة المطلوبة؟ هي بالنسبة شوف نبدأ لك نعطيك مثل مشهور عند الجزائريين كثير، يقول لك منا تكوي ومنا تحرك. وزارة التجارة رانا مقدرين الموقف تاعها، يعني راهي في وضع ماهوش بسهل، يعني في ظل الأزمة الاقتصادية هذه الخانقة اللي راهي تمر بالبلاد، يعني من جهة المستهلك اللي أكيد أنه الوزارة ماهيش حابة تحرمه من حرية الاختيار، ولكن جهة أخرى أنها عندها نفقات تحب ترشدها، يعني ضبط صندوق الواردات اللي راه يشهد الميزان التجاري في سنة 2017 شهد عجز بحوالي 10 أو 11 مليار دولار. على كل حال، ولكن أنا نظن أنه قرار الإيقاف هو نوعا ما قاسي بالنسبة للمتعامل الاقتصادي وبالنسبة أيضا للمستهلك الجزائري. يعني كنا نفضل أنه يكون مش إيقاف وإنما إدراجنا مثلا في القائمة الرمادية يسموها لا ليست غريز، اللي ما تستفدش مثلا في المادة الأولية، الناس اللي يجيبوا المادة الأولية من الخارج يستفدوا من لا فرانشيز، يعني امتيازات جمركية وضريبية. نظن أنه بالنسبة للمواد اللي تصنع هنا في الجزائر، لو كان ينحوا هذه الامتيازات ويخلوا الإنسان يدفع رسوم تستفاد الخزينة العمومية ويستفاد أيضا المتعامل الاقتصادي يجيب المادة الأولية. يعني اليوم نقدر نقوله أنه حتى الفايونس ولا دال دو سول منتج محليا راه يعني بمواد أولية مستوردة. أنا نعود لكم ذلك للإنتاج المحلي اليوم في الجزائر، شحال عندنا عدد المصنعين وعدد المصانع تاع عدد المصانع في الجزائر فوق 35 مصنع.
لكن هل هذو 35 مصنع يقدروا يلبيوا الحاجيات ولا الاكتفاء الذاتي الجزائريين، خصوصا مدينه مع مشاريع السكن اللي اطلقتها وزاره السكن؟ عندنا سكنات عادل، عندنا ال بي بي، عندنا ال بي الصيغه السكنيه الجديده، يعني هل هذو 35 مصنع يقدروا يلبيوا ولا يغطيوا السوق الوطنيه؟ لا، مع الاسف مازال ما لحقناش به نلبوا متطلبات السوق الوطنيه. يعني لربما المصانع الجزائرية تغطي بالسوق المحلية بنسبة 60% و 40% كلها مستوردة. يعني احنا هنا نحكي على الكم، مازال ما لحقنا الجودة مدينة، والجودة يعني ما بين قوسين فيها هضرة كما نقولوا كبيرة. لا، الإنسان بيكون منصف. يعني الحمد لله في الآونة الأخيرة في بعض المصانع اللي حسنت من مستوى النوعية بالنسبه للمنتوج تاعها، لهذا يعني رفعت الاسعار. كاين ربما حتى اللي راهم يصدروا ايضا. لا، تصدير راهم يقولوا انه تصدير ضئيل. احنا شفنا في بعض الصالونات تاع البناء، شفنا بعض المنتجين من الصطيف مع النابه يقولوا انه رانا نصدروا كميات قليله جدا نحو الخارج. انا شخصيا التصدير الظرفي لا اعتبره تصدير. تصدير من القوانين الاساسيه في التصدير هو انه يكون عندك برنامج للتصدير، ويكون عندك أهداف. مثلا قال السنة هذه هينا نصدر كذا من متر مربع، السنة القادمة عندي هدف نلحق له. أما هذا التصدير الظرفي مرة في السنة يصدر 2 ولا 3 حاوية، ما نظنش باللي يسمى تصدير. ما شكيش عنده السوق المحلية ما هوش مكفيها، كيفاش يروح للتصدير اليوم؟ يعني في هذا الوقت مثلا دوك انا لو كان نروح للسوق في الصيف ولا تاع، ولا نروح لوزين تاع الصيف تاع الفايونس، هل متوفره الماده؟ هل اليوم السيراميك متوفره في الاسواق بالشكل الكافي ام انه لازم تستنى؟ لا، انا على حسب علمي ما فيش مصنع في الجزائر عنده متر واحد في المخازن. هذا يعني انه كل ما ينتج يباع. ما فيش ماشي اي انسان عنده القدره باش يروح يشري من المصنع. لا، عنده زبائن تاعو ديجا ماهوش مكفيهم، كيفاش يقدر يروح لزبون اخر ولا باش يعرض عليه السلعه؟ احنا على بالك باللي كي تدخل اي مصنع تلقى الموديل اللي عنده هو اللي راه يخدم فيه في هذاك النهار، ما تلقاش بغير ذلك في الـ في الـ في, الـ في الخارج. تدخل للشوروم تلقى 1000 موديل، والموديل اللي تشي يقول لك كاين راه في ستوك عنده، يعني البارك لوجيستيك تاعو تاع ستوك نعم يوفر كل حاجه. ايضا السيد اسماعيل نعمان، احنا تحدثنا يعني عن الانتاج المحلي اللي قلنا انه في الجوده يعني فيه وعليه من مصنع الى اخر، لكن اليوم نحكي في الانواع. اليوم انا في 2018 المستهلك الجزائري يعني يشوف كل يوم نكتشف انواع وانواع جديده، مثلا الفوباركي ولا هذيك اللي يجي حبات كبار واسمه مدينه، هذا بورسيلان والكومباكتو والكومباكتو وغيرها، هل هذا متوفرين في الجزائر صناعه محليه؟ بورسيلان كاين ربما كما ذكرت الاخت مصنع في سطيف يصنع بورسيلان، لكن كميه قليله جدا وما شكيش باللي يلبي متطلبات السوق الجزائريه. لكن قضيه التنوع على بالك من بين الضحايا غير شركات الاستيراد في اللي اثر كثير عليهم هذا القرار تاع الايقاف، لربما المستهلك الجزائري بالدرجه الاولى انه حرم من حريه الاختيار في 851 منتوج. على الاقل 851 منتوج عنده موفر له منتوج محلي. رجعنا للقديم، يعني ادي ولا خلي. وأخص بالذكر لما أقول المستهلك الجزائري العنصر النسوي، هذا ما لمسناه على الميدان. على بالك المرأة الجزائرية معروفة بحبها للتميز، معروفة يحبوا لازم الفايوس يديروا في الكوزينة، معروفة جدا معروفة جدا مشهورة. المرأة الجزائرية دائما متألقة وتحب تكون هي الأفضل، وتدقق في أدنى الأمور من ناحية النوعية. على بالك مرات يحرجونا في لي شوروم، تسألك امور تقنيه يعني اللي لربما ما من متعامل مع متمكنه جدا، وذلك للانفتاح عبر الانترنت. على بالك المرأة الجزائرية غير تدفع الدوسي تاع لاديال ولا تاع البي بي ولا تفكر انها تغير البيت، ديرك في الدار الانترنت تشوف واش ما فايونس المطبخ كيف يكون كذا، يعني تبني احلامها في الانترنت. متوفره لكاتالوج تاع الخارج، ما كاش مصنع جزائري عنده كاتالوج ولا عنده انسيت في الانترنت اللي يعرض فيه المنتوجات تاعو. هذا الحرمان، هل انتم راكم تطالبوا وزاره التجاره باش تعاود تفتح
استيراد السيراميك في هذه المرحله الصعبه اللي تمر بها الجزائر، ام انكم طالبوا ربما 107 رخ، تحصلتوا على 107 رخصه لاستيراد اغلبها لاستيراد الخزف من الخارج؟ هذا يعني انه الماده ذات الجوده العاليه سواء اسبانيه ولا ايطاليه راح حتكون متوفره في السوق الجزائريه، هذا لا يكفي لاحتياجات السوق الجزائريه ولا وين راهو الخلل؟ شوف الحمد لله هذه القائمة اللي صدرت من عند وزارة التجارة تبين أن وزارة التجارة درست الموضوع وعرفت بأنه المنتج المحلي ما يكفيش الطلب تاع السوق المحلية، لهذا صدرت هذه القائمة تاع 107، يعني كانت موفقة في هذه القائمة والحمد لله. لكن احنا نتكلم إلى ما بعد 31 ماي يوم على بالك السيراميك راه مدرج في القائمة تاع المواد الممنوعة، المواد الممنوعة يعني بعد 31 ماي كيف راح يكون مصير السيراميك في الجزائر؟ هل نرجع إلى الماضي؟ وعلى بالك هنا كاين نقطة مهمة جدا، لما الحكومة تكون عندها رؤية في التصدير، التصدير على بالك يجي في إطار التبادل التجاري بين البلدان، وعلى بالك التبادل التجاري يعني لما تقول تصدير تقول استيراد، إذا خلقت اليوم باب الاستيراد كيف رايح تصدر؟ شكون اللي يشري عليك إذا ما شريتش على الناس اليوم؟ وهذا اللي قامت به إسبانيا أنها قايضة الجزائر مع صفقات الغاز، قالت أنه إحنا رانا نستوردوا كميات كبيرة من الغاز في الوقت اللي راهي الجزائر تمنع العديد من المواد، العديد من المواد السيراميك. على رأسها السيراميك، إحنا نعرفوا أنه إسبانيا هي البلد اللي رانا نستوردوا منه أكثر من 50% ربما من احتياجات، كنا نستوردوا أكثر من 50%، هذا كيفاش أثر على العلاقات التجارية ربما بين الممولين بين المستوردين وبين الممولين الأصليين؟ على كل حال الممولين في إسبانيا يعرفوا الظرف الصعيب اللي راه يتمر فيه في الجزائر ويعرفوا إذا ما عندكش أموال كيف راح تستورد، ولكن يحاولوا باش يلحقوا إلى حل يرضي الطرفين، يعني الطرف الجزائري والطرف الإسباني. أنا نظن لما إسبانيا يعني تقايض الجزائر بالغاز، إسبانيا ما عندهاش فرصة باش تجيب غاز من أي مكان آخر، ربما ما لحقوش يعني لهذيك المرحلة ولهذيك الظرف، لأنه في الأول والأخير فيه السوق محلية اللي تشهد استهلاك واسع، وأيضا اليوم كما قلت أنت المرأة الجزائرية ولا المواطن الجزائري راهو يعني إكزيجو يتشرط، حتى المصري اليوم الجزائري يقول لك أنا جيب لي سلعة تاع إسبانيا ولا تاع إيطاليا ما خدمتش سلعة تاع الجزائر، إلا حبيت الخدمة تاعك تكون. لهذا كنا نتمنى باه ما يكونش إيقاف ونرجع إلى نظام الرخص، نظام الرخص، لكن التوزيع، كيفية توزيع نظام الرخص. أنت شركة مستثمرة في هذا المجال وعندها أكثر من 40 أو 50 عامل، مش ممكن اليوم باش توقفوا بين عشية وضحاها. هذا الإنسان أعطي له رخصة، خليه يجيب يا سيدي حماية المنتوج الوطني ما فيش مشكل، نجيبوا السلعة اللي مكانش في الجزائر وما يقدرش المنتج الجزائري. على بالك كاين نوع خاص بالمستشفيات يوضع في المستشفيات يسموه السيراميك أنتي باكتيريان، هذا هنا يعني مهم جدا به يوضع في، ما نصنعوش هنا مع الأسف ما نصنعوش في الجزائر. في الجزائر نتمنى إن شاء الله إحنا أنه وزارة التجارة تعود إعادة النظر في هذه القرارات. في الختام سيد إسماعيل نعمان، المستهلك الجزائري ويتابع فينا خصوصا تحكيت على المرأة الجزائرية راهي تتابع فيها الأسعار بعد ربما هذه الأيام كيفاش راح تكون، وهل الستوك يعني كما احنا نقولوا المخزون إلى أي يعني حتى لمن يبقى متوفر يعني في السوق؟ أنا نظن أنه من بين الأسباب اللي خلت وزارة التجارة تصدر هذه القائمة تاع رخص الاستيراد هو باش تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، ونطمئن المواطن ونطمئن المرأة الجزائرية أنه إن شاء الله بإذن الله ما تشهدش أسعار سيراميك المستوردة ارتفاع، إن شاء الله يكون في متوالي الجميع كما ما قبل إن شاء الله. وإلا ما كانش نعود نقولوا الخزف المحلي ومصنع قلمة أبدينا يعني اللي كان دائما يصنع الموديلات اللي كانت كلها في مختلف البيوت الجزائرية بالإضافة إلى الكرانيتو والكارلاج تاع بكري. نشكرك السيد إسماعيل على حضورك معنا، شكرا لك مدينة، نتلاقاو غدا في فقرة الاقتصاد بمواضيع جديدة. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج الشروق مورنينغ، نبقاو دائما في مجال الاقتصاد والأعمال لكن هذه المرة مع ريادة الأعمال للمرأة المغربية من خلال شبكة رائدات الأعمال المغربية. حضر معنا اليوم رئيستها بعد الفاصل.